النهارده فيتوريا كان المؤتمر الصحفي بتاعه. راجل جه خلاص مصر اهو وموجود معانا في مصر. وكابتن حازم امام قال ان الجهاز فني بالكامل بالمصريين هيتم الاعلان عنه يوم 2 من الشهر. تمام. فينك بقى في القصه دي؟ انا نفسي طبعا اكون موجود يعني ده امنيه حياتي. وروي فيتوريا يعني انا من المدربين العظماء طبعا في البرتغال في الفتره ان انا كنت في بنفيكا. انا كنت بلعب في بنفيكا، كنت يعني الحمد لله كنت حاجه هناك، كنت احسن لاعب هناك، في اخذت احسن لاعب في دوري البرتغال كلها طبعا، يعني ضد لعيبه مميزين ببروسكي ومانيش ويعني كل اللعيبه دي كانت معايا، خدت يعني انا كنت يعني احسن لاعب. كان سعيد روي فيتوريا ده كان ماسك الناشئين في تحت في بنفيكا، يعني كان هو مدرب ناجح. حتى كمان هو من لعب مع روي كوستا شويه وبعد كده روي كوستا راح بقى فرنتينا ومشوا الاسماء العظيمه دي طبعا. بس يعني حتى كمان لما جه روي كوستا راح جابه ممسكه بنفيكا بناء على هو ايه شايفه مدرب كويس، كان ماسك في القطاع الناشئين بشكل كويس مميز بشكل كبير وبتاع الحاجات دي كلها. وهو ابن بنفيكا، كان هو من ضمن الماتشات لما كنا انا بلعب، وكنا هو كان طبعا ايه مع طبعا بكل كل القطاع كله بيطلع بقى يتفرج عليه على بنفيكا وتشجيع لبنفيكا وكله ايه. والحمد لله كنت مميز يعني انا كنت يعني من اعز اصدقائه، يعني كنت على طول انا عارف يعني الناس كلها كان على طول موجوده معايا بشكل كبير جدا. كل البرتغاليين كل البرتغاليين اللي موجودين في مصر. حد يكلمك من اتحاد الكوره؟ لا ما حدش كلمني. انا اتمنى انا الحمد لله انا برضه اللغه انا بشكل كويس يعني الحمد لله يعني البرتغالي كويس فيها. كنت اتمنى ان انا اكون يعني نفسي اكون موجود مع روي. ان اول حاجه ان انا قريب من البرتغاليين شويه. حته اللغه برضه الحمد لله كويس فيها. حته برضه ان هو لعب في بنفيكا طبعا، يعني ابن بنفيكا، وانا برضه وبرضه بره الاهلي والزمالك. يعني انا ببص لها برضه حته المدير الفني ده لما مثلا مدرب يجي مثلا مع جهاز فني اجنبي وبتاع الحاجات دي كلها، يبقى المدرب بره الاهلي والزمالك، المساعدين يبقوا بره الاهلي والزمالك. يعني احنا شفنا في مشاكل حصلت كتير قوي في الفتره بتاعت اسامه نبيه لما كان ماسك في الفتره دي عشان حته الاهلي، كان حصل مشاكل مش عارف ليه عشان موضوع هو الزمالك والاهلي وكده. وطبعا انا يعني صراحه اسامه من المدربين اللي كويسين عندهم، يعني مفيش مشاكل، كان من ايه من الناحيه الثانيه، بس طبعا حصل شويه تروب شويه. برضه نفس العمليه، اي واحد هيجي من الاهلي او الزمالك هيحصل ايه الاضراب ده، اشمعنى ده واشمعنى ده. طيب انت اكيد حازم امام كابتن كبير حازم امام عشت عمرك يعني في الملعب، طبعا ما فكرتش تتكلم معاه؟ انا ما لا الصراحه يعني ما اتكلمتش معاه، بس يعني اتمنى ان هو يرشحني يعني من حازم صاحبي يعني من نفسه حازم صاحبي وحبيبي وبتاع الحاجات. وبعدين يعني كنت يعني اكيد حازم لما راح هناك يعني اكيد يعني كلمه، او لما راح البرتغال كلمه يعني صبري كان في بفيك يعني ما اعرفش يعني اتمنى يعني ان شاء الله. هو بقى كمدرب رايك فيه ايه في الامور الفنيه في الامور الشخصيه؟ انت تعرفه على المستوى الشخصي واكيد تعرفه على المستوى المهني في مشواره يعني. لا مدرب كويس جدا. مدرب ليه فكر، بس هو ما مسكش منتخبات خالص. يعني اول منتخب يعني مسكه منتخب مصر هو مسك بنفيكا، هو البدايه بتاعته الانطلاقه بتاعته من نادي بنفيكا، نجاحه مع بنفيكا بالظبط. بنفيكا هو اللي ابتدى ايه ابتدى اديت له الصوره كويسه جدا اللي ايه ان هو يروح السعوديه نصر السعودي وبعد كده سبارتاك موسكو، يعني ابتدى ايه بس بنفيكا نادي كبير زي مورينيو زي فاضل برضه مورينيو لو ما مسك بنفيكا مورينيو بنفيكا وبعد كده بورتو مسك بورتو بقى انطلق انطلاقات بقى بتاع الحاجات دي كلها. لا هو مدرب كويس، وبناء ان هو مسكوه بنفيكا نادي كبير نادي ليه شعبيه كبيره جدا، ان هو مدرب كويس مدرب ليه فكر وهيعمل حاجه كويسه. تتوقع نجاحه مع منتخب مصر؟ طبعا. هيكمل الاربع سنين؟ ما اعرفش الصراحه يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله. احنا مشكلتنا احنا في يعني في هنا في المنتخبات بالذات بيبقى فيحصل مشكله بيبقى في تغييرات كتير قوي بتاع الحاجات دي. اتمنى ان شاء الله في استمراريه في استقرار، ده الاهم عشان منتخب مصر بتاع ده. يعني هو مدرب كويس هيبقى ليه فكر كويس، او وكل المدربين البرتغاليين لو تلاحظ ان ايه ليهم بقى دور اساسي دلوقتي في مع الانديه سواء الانديه وسواء المنتخبات. صحيح. يعني احنا نبص على كروش كان ليه دور كبير جدا. صحيح. يعني اكيد فيتوريا برضو يبقى ايه مدرب كويس جدا هيبقى عامل
طريقه ولا ونظام. فكره انه يبقى في اثنين مدربين في الاهلي والزمالك تحديدا برتغاليين دي تفرق معاه في شغله؟ اه طبعا. انا بص يا كريم، رقم واحد انا بقول يا جماعه، هو رقم واحد النادي ولا منتخب مصر؟ طبعا رقم واحد منتخب مصر. احنا كان زمان لما كنا بنلعب ايام بقى كابتن جوهري الله يرحمه وكابتن حسن شحاد ربنا يديله الدور طول العمر، كان في راي يعني ايه المدير الفني الاساس بيسال القوام الاساسي لمنتخب مصر هو ايه؟ الاهلي والزمالك. صحيح. انا كمدير فني مفروض يبقى ايه الدور الاساسي اللي يعمله ايه روي دلوقتي مع الاهلي والزمالك، يجي ايه اقول لهم يا جماعه انا العب بطريقه 4-2-3-1. لازم تلعبوا انتوا 4-2-3-1. انتوا ساعدوني. ساعدوني الاهلي والزمالك. احنا لو تبص زمان لما كابتن جوهري كان بيلعب 5-3-2 كله بيلعب كده في مصر، كان كله بيلعب ازاي. حتى كمان المدير الفني لما اجي اختار اشوف كريم، انا في عندي صغر هنا في ديفندر، كريم بيلعب ديفندر مميز في النادي، راح جاي خلاص عارف هو يلعب في الحته مكانه اللي هو حافظها. حافظها صح. انا بقى دلوقتي احنا نيجي نغير، في فرقه بتلعب 4-2-3-1، في فرقه بتلعب 4-3-3، وبيلعب 4-4-2 والشغل. اجي انا مدير فني لما اجي احط بس انا في المكان، هو مش متعوف بيلعب في النادي في حته مش لاقي لعيب ديفندر، مش لاقي لعيب رقم 6 كلهم تمانيات زي اللي حصل مع قفشه. قفشه كروش خده كان بيلعب مثلا، كروش بيلعب 4-3-3 فعايز يلعب مركز 8، راح يلعب مركز 8 ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. هاف يعني بيلعب هاف رايت او هاف ليفت. طبعا قفشه كان بيلعب ايه في الاهلي 10 ليميكر. لما لعبه في الحته دي معرفش يلعب حصل مشكله. صح. يبقى ده دي مشكله كبيره جدا. صحيح. عشان كده ان احنا نتمنى ان شاء الله يبقى في تعاون جامد كده. صحيح.